الخميس والجمعة. عن يوم الخميس والجمعة وأحداث العنف التي شهدها الشارع في هذا التوقيت، النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعة مع المتهمين المضبوطين من قبل الأجهزة الأمنية في 200 شخص تم ضبطهم في أحداث الأمس وأول أمس. الحقيقة أن امبارح كان في تسخين شديد جدا في بعض المناطق المطرية مثلا، من المناطق التي شهدت أحداث عنف واسعة بالأمس وشهدت اشتباكات. في تم ضبط كمية كبيرة من القنابل المولوتوف والشماريخ والألعاب النارية مفرقعات محدثة صوت، كمية من الأقنعة. الأحداث طبعا أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، أحدهم من أهالي منطقة فيصل بالجيزة واثنين من عناصر جماعة الإخوان، أحدهما كان ملثما يطلق الأعيرة النارية من فرد خرطوش ضبط بداخل حقيبته. كمية من الطلقات اليدوية وعبوات ناسفة، 5 من العبوات الناسفة بدائية الصنع. الحقيقة حصاد كبير جدا من أعمال العنف في يومين اثنين. الملاحظة التي ذكرها زميلنا يوسف البدري، وهي ضعف الحشد في مقابل محاولة ترويع المواطنين من خلال افتعال أحداث عنف نوعية هدفها تكدير حياة المواطنين، سواء باستهداف بعض الأماكن الحيوية بقنابل بدائية الصنع، بقطع بعض الطرق الحيوية، بالإضافة أيضا لأعمال أخرى نتوقف عندها بمزيد من التفصيل في تحليلنا، فقرتنا التحليلية النهاردة. يضاف لذلك النهاردة ما قام به جماعة الإخوان ما نسبته إليهم بعض الجهات من خلال حرق مبنى حي المعادي الذي أسفر عن احتراق الطابق الثاني والثالث من المبنى إثر قيام مجهولين بإطلاق عدد من الألعاب النارية وزجاجات المولوتوف تجاه المبنى. الحمد لله قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق ولم يسقط أي ضحايا. في نفس هذا السياق كانت الصور اللي احنا شايفينها، طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي صور حي المعادي او احد مباني حي المعادي اللي تم استهدافه بالنيران، وزي ما حضراتكم شايفين اثار الحريق واضحه على المبنى. كما ذكرنا قوات الحمايه المدنيه سيطرت على الحريق لكنه ترك الاثار في المبنى زي ما حضراتكم شايفين. الحقيقة كمان من اللافت أو الطريف، إذا قدرنا أن احنا نصنفه بهذه الطريقة، أن جماعة الإخوان بتلجأ إلى تشيير فيديوهات من أول امبارح بتتكلم فيها عن نجاحها في اختراق بعض الإذاعات سواء المحلية أو اللي بتعمل على المستوى القومي. كان في أنباء عن اختراق إذاعة 90-90، وكان في اختراق أنباء عن اختراق محطات أخرى وإذاعة شمال الصعيد في المنيا. جماعة الإخوان أذاعت أو وضعت تسجيل صوتي على أحد مواقع التواصل الخاصة بتبادل الموسيقى وتركات الصوت، وهو موقع ساوند كلاود. والحقيقة أن اللافت أن كل الإذاعات تقريبا نفت ما حدث. إذاعة المنيا النهاردة إخوان نشروها على مواقعهم أنهم اخترقوها فعلا. ومعنا زميلنا الأستاذ محمد رحمي مدير الإذاعة بالمنيا. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم الزميلة منى سلمان. أهلا وسهلا أستاذ محمد. لو تقول لنا الأول مدى صحة الأنباء اللي تم تداولها على مواقع خاصة بالإخوان من أن إذاعة شمال الصعيد تم اختراقها فعلا. الزميلة منى كلها دي ادعاءات كاذبة وافتراءات كاذبة، وهم الجماعة الإرهابية دي أفلست وتحاول تحط بعض العناوين كده. إحنا النهاردة عايزين نبني بلدنا، يعني عايزين لا نلتفت إلى هذه الأكاذيب والصغائر لهذه الجماعة الإرهابية التي يعني أصيبت بالهوس، الهوس في كل مناحي الحياة حقيقة. يعني إزاي يتم اختراقها؟ كلام ده مش مظبوط تماما. يعني زي ما قالوا على راديو مصر برضو، والزميل ماهر عبد العزيز نفى الكلام ده، هم بيحاولوا يطلعوا إشاعات كده بتثير البلبله في الشارع المصري. يعني هو سؤال، كيف يتم اختراق الاذاعه؟ هي اذاعه مش ليها مستمعين، احنا بنتكلم عن اذاعات واسعه الانتشار. هل وردكم اي بلاغات في مستمعين قالوا والله احنا كنا بنسمع وسمعنا كلام غريب، او انتوا بتذيعوا ايه؟ لا، يعني الكلام ده مش مظبوط تماما. احنا عندنا فترات مفتوحه على الهواء، في معيد وفي مخرج تنفيذ، وعندنا برامج مسجله وعندنا هواء. لا ازاي يتم اختراقها؟ يعني لا، استحاله يعني. هذه يعني اشاعات كاذبه يعني بتطلقها الجماعه الارهابيه في كل مناحي الحياه زي ما قلت لك. والزميله منى يا ريت نبطل نلتفت للصغائر دي. احنا عندنا قناه سويس جديده، وعندنا يعني استصلاح 4.5 مليون فدان. عايزين نلتفت للشباب اللي عايز لقمه عيش لبكره، يعني بلاش الصغائر دي. وازاي يتم اختراقها؟ ما البث اصلا من عندي من داخل الاستديوهات، ازاي يتم الاختراق يعني؟ بأمرت ايه يعني؟ شكرا جزيلا زميلنا الأستاذ محمد رحمي مدير الإذاعة إذاعة شمال الصعيد.